يوم جديد وصباح جديد وحلقه جديده من عيشها صح. برنامجنا النهارده برضو عن فقره اتمرنوا مع بعض، لانها بتشجع الواحد على تمرين وما بتحسسوش ان في ملل او زعل. النهارده التمرين بتاعنا عن اللانج، وهنعمل له اكتر من مستوى. هنبتدي الاول حاجه نعرف التمرين بيتعمل ازاي وايه النقاط المهمه جدا اللي انتوا تاخدوا بالكم منها وانتوا بتتمرنوا. هبتدي مع بعض. رقم واحد، ابتدي ارجع رجلي لورا عشان اتاكد ان كل رجل على خط الوحده. تاني حاجة ابتدي ارفع كعب الرجل واتأكد ان هو مش لامس الارض خالص. تالت حاجة ابتدي انزل بالركبة، حاجة بسيطة. هبتدي التمرين مع بعض. استعداد، ابتدي. واحد، اتنين. طبعا في ناس بتنزل خالص لغاية لما تلمس الارض، وده مش كويس على الركبة، وان الركبة ما تعديش مش الرجل. خمسة، ستة، سبعة. ده كان شكل التمرين من غير اي اضافات. عشان نصعب التمرين شوية هنبتدي ان احنا نضيف عليه تمرين زيادة. هنبتدي مع بعض نفس الوضع اللي احنا كنا عليه، وهبتدي انزل لتحت. واحد، وارفع الرجل فوق. اثنين، هبتدي تاني مع بعض. استعداد، ابتدي. واحد وفوق، اثنين وفوق. احاول ان انا اعمل التمرين ببطء علشان التمرين يطلع صح. خمسة، زي ما انتوا شايفين وانا واحمد شكلين الركبه ما بتعديش مشط الرجل، ولما ارفع الركبه فوق بتترفع زاويه 90 وسط. هبتدي اعمل الناحيه الثانيه. استعداد، ابتدي. واحد، اثنين، ثلاثه، ما انساش النفس. خمسه، سته، سبعه، وثمانيه، ورايح. هنبتدي دلوقتي نصعب التمرين وندخل فيه جزء كارديو، او الحته شويه اللي بتعتمد على القلب لو احنا محبين ان احنا بالتمرين ده نحرق اكتر. هبتدي مع بعض. هبتدي اعمل اثنين لانج، واحد اثنين، وانط واحد اثنين ثلاثة. ثاني، واحد اثنين، واحد اثنين ثلاثة. هنبتدي مع بعض. استعداد، ابتدي. واحد اثنين ونط، اثنين اثنين ونط، اخر عدتين. واحد اثنين، احسن. ما انساش اللي عنده مشكلة في الركبة انه ما ينطش. وسط. يا رب تكونوا اتبسطتوا، واشوفكم في حلقة جديدة.